طيب على كل الاحوال تعالوا بقى نروح عشان نتابع مع حضراتكم اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه سالة حامد المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير، طبعا برحب بيك يا كريم، واكيد برحب بيك يا نهاوند وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد طبعا وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده اكون معاكم النهارده في فقرتنا، فقره اخبار النادي الاهلي، عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي، سواء على يعني المستوى الاجتماعي او على المستوى الرياضي. طبعا فرقه الرياضيه وعلى راسهم الفريق الاول لكره القدم. يعني خليني طبعا في البدايه كالعاده هبتدي معاكم باخبار فريقنا الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله لاعبتنا عندها مباراة مهمة جدا مع مصر المقاصة في تمام الساعة 7 مساء بدلا من طبعا الساعة 5 مساء بعد ما تم تغيير موعد المباراة أمس. والنهاردة إن شاء الله يعني المباراة دي هتقام على ملعب استاد السويس طبعا في السويس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. يعني خلينا طبعا يا كريم ونهاوند نقول إن مباراة اليوم تعتبر مباراة مهمة طبعا للاعبين النادي الاهلي والجهاز الفني، اللعيبه والجهاز الفني يعني بيسعوا لمواصله الانتصارات وطبعا الحصول على الثلاث نقاط، عشان ده طبعا يعني شيء مهم جدا للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري. وتعتبر النهارده يعني مباراه مصر المقاصه مباراه مهمه واخر بروفا للاعبي النادي الاهلي قبل مباراه الدور النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي ان شاء الله هتكون امام فريق كايزر تشيفز يوم 17 من الشهر الجاري. والمباراه دي ان شاء الله يعني هتكون في تمام الساعه 9 مساء، وهتقام اكيد زي ما كلنا عارفين في دوله المغرب. كمان خلينا نهاوند وكريم ما دام بنتكلم يعني على مباريات كره القدم، خلينا كمان نتكلم على استعدادات النادي الاهلي، فروع النادي الاهلي الثلاثه سواء الجزيره الشيخ زايد او مدينه نصر لاستقبال اعضاء النادي الاهلي لمشاهده المباريات. يعني خلينا نقول النهارده اداره الخدمات معاهم الاستاذ محمد الالفي المشرف العام على الخدمات والمنافذ، والاداره التنفيذيه طبعا تحت قياده الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي. يمكن يعني الاداره التنفيذيه واداره الخدمات يعني بتعمل مجهود كبير جدا ويعني العديد من الاستعدادات عشان تستقبل اعضاء النادي الاهلي النهارده. فبقول يعني لكل اعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يجي ويتفرج على المباراه النهارده يجي في فروع النادي الاهلي سواء الجزيره الشيخ زايد او مدينه نصر. يمكن اداره الخدمات جهزت اكتر من شاشه عرض عشان يعرضوا الا مباراه، وكمان مع تجهيز يعني عدد كبير جدا من الكراسي عشان كل الاعضاء يكون عندهم الفرصه والامكانيه ان هم يتفرجوا على المباراه. فبقول الاعضاء يجوا مفيش اي مشكله، يعني في اماكن كتيره جدا وده هيكون في كل فروع النادي الاهلي سواء الجزيره او الشيخ زايد أو مدينة نصر. كمان يا كريم خليني اضيف على كلامكم بخصوص اجتماع كابتن الخطيب امبارح مع شركه الاهلي للمنشات الرياضيه. يمكن بعد الاجتماع مباشره كابتن الخطيب نزل عشان يستقبل يعني الشاب محمد عبد العاطي اللي كلنا طبعا شفناه كتب بوست على مواقع التواصل الاجتماعي ان هو نفسه يجي يزور النادي الاهلي، وطبعا يزور النادي الاهلي ويقابل كابتن الخطيب ويلتقط بعض الصور التذكاريه معاه واكيد لاعبي النادي الاهلي في المران. وبالفعل كابتن الخطيب استجاب لطلبه وحقق له حلمه وجه امبارح وزار يعني مقر النادي الاهلي بالجزيره وشاف كابتن خطيب في ملعب مختار التتش والتقط بعض الصور التذكاريه معاه وفي الملعب ومع لاعبي النادي الاهلي. كمان كابتن خطيب يعني اهدى درع وتيشيرت النادي الاهلي، ويمكن انا كنت متواجده يعني في الحدث ده امبارح، ويمكن الولد كان ليه حديث معاه كان بيتكلم وبيقول قد ايه هو يعني مبسوط وسعيد طبعا ان هو موجود في ملعب مختار التتش وفي مقر النادي الاهلي بالجزيره، وانه شاف كابتن خطيب واللاعبي النادي الاهلي ووصف يمكن النهارده او ان اليوم ده يعني هو اسعد يوم في حياته انه كان مبسوط جدا. يمكن ده طبعا دور النادي الاهلي الاجتماعي، مسؤوليه اجتماعيه يمكن مش اول مره نشوف يعني كابتن خطيب بيلبي طلب وبيحقق حلم يعني شباب اللي طبعا حابين ان هم يجوا يزوروا النادي الاهلي. يمكن دي مش اول مره بنشوفها يعني من كابتن الخطيب. فيعني بما ان احنا بنتكلم طبعا على دور الاجتماعي خلينا نتكلم كمان على دور مجلس او لجنه المراه بالتعاون مع اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه. النهارده ان شاء الله يعني بمناسبه ملف طبعا محو الاميه بعد تدريب يعني العديد من عضوات النادي الاهلي
متطوعات من قبل هيئة العامة لتعليم الكبار انه علموا عضوات النادي الاهلي المتطوعات عشان يكونوا مدرسين محو اميه. فالنهارده ان شاء الله يعني هيكون اول امتحان للعاملين في النادي الاهلي. يمكن عندنا 200 يا كريم عامل و200 عامله في فروع نادي الاهلي الثلاثه. فالنهارده ان شاء الله اول مجموعه هيكون 20 عامل وعامله هيمتحنوا اول امتحان ليهم عشان يقيسوا قدراتهم وطبعا يعني مستواهم التعليمي. ده هيكون في فرع النهارده الشيخ زايد في تمام الساعه 10 صباحا. ده هيكون اول امتحان. وتاني امتحان ان شاء الله يعني للمجموعه الثانيه مجموعه مدينه نصر والجزيره هتكون يوم الاربعاء ان شاء الله عشان برضو يقيسوا مستواهم وطبعا يشوفوا مستواهم التعليمي بعد 6 شهور من التعليم. ده طبعا يعني دور مهم جدا للنادي الاهلي دوره الاجتماعي يمكن بيدعم طبعا مشروع محو الاميه اللي اكيد دولتنا طبعا مصر مهتمه بيه عشان يخلوا مصر بلا اميه. ده بالنسبه لاخبار النادي الاهلي على المستوى الرياضي والاجتماعي. خليني كمان اروح لاخبار الفرق الرياضيه الاخرى الالعاب الاخرى طبعا وابتدي بالفريق الاول لكره السله رجال. يمكن طبعا بعد يعني ما كلنا عارفين ان تم توجيه الشكر لمستر ماريو بالما المدير الفني السابق لفريق النادي الاهلي. حاليا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب كلف الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي انه يتولى طبعا ملف تعيين مدير الفني الجديد لفريق النادي الاهلي. فالمجلس يعني حاليا بيقوم يا كريم ويا نهاوند بدراسه يعني العديد من السير الذاتيه لبعض المدربين. فحاليا هم لسه بيدرسوا بعض السير الذاتيه عشان يختاروا انسب مدرب طبعا وانسب مدير فني لفريق النادي الاهلي. فحاليا لسه ما فيش يعني اي حاجه رسمي خالص زي ما مكتوب يعني في موقع التواصل الاجتماعي. لسه المجلس إدارة ما حددش المدير الفني الأنسب لفريق كرة السلة. كمان تم الاستغناء بشكل يعني رسمي عن 6 أو 5 لعيبة من فريق كرة السلة وهم حاتم البحيري، محمد مصطفى مودي، أحمد سلعاوي وعبد الفضيل إبراهيم. كمان عدم التجديد لمعتز حسني. 5 لعيبة من فريق النادي الأهلي تم الاستغناء عنهم قبل بداية الموسم الجديد. ده بالنسبة لكرة السلة. كمان بالنسبة لكرة اليد الفريق الأول النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين على فترتين، فترة صباحية وطبعا فترة بعد الظهر. الفترة الصباحية هتكون من الساعة 9 للساعة 11 والفترة اللي بعد الظهر إن شاء الله هتكون من الساعة 2 للساعة 5. وبعد تدريب الرجال هيكون في تدريب إن شاء الله فريق الأول لكرة اليد السيدات الساعة 5 في الصالة. ده طبعا استعدادا للموسم الجديد اللي إن شاء الله هيبتدي في شهر سبتمبر القادم. يمكن دي طبعا يا نهاوند وكريم كانت كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي سواء يعني على المستوى الرياضي أو المستوى الاجتماعي. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو وكلمة ليك طبعا يا كريم، تفضل. والله ما قصرتي كالعادة يا سالة، شكرا جزيلا ليكي. كانت معانا زميلتنا العزيزة سالة حامد المتواجدة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.